دعمونا بلايك للفيديو واشتراك بالقناة، فهذا يدعمنا كثيرا. بعد أن سربت صورته وهو عاري مقتل زوجة تميم أمير قطر بطلق ناري. نشر ائتلاف المعارضة القطرية صور شهادة الوفاة مؤكدة أنه عار على كل دوسري أن يتقبل تهاني العيد قبل أخذ صقر نورة هازال، وفقا لصحيفة اليوم السابع المصرية. وفي السياق ذاته ذكرت صحيفة الفجر المصرية أن الأمير القطري تميم بن حمد تلقى نبأ وفاة زوجته نورة بنت هزال الدوسري وأم ابنيه في أول أيام عيد الأضحى المبارك، لتواجه قطر بهذا الحدث أزمة جديدة. وأفادت الصحيفة أنه منذ ما يقارب من شهر انتشرت صورة عارية للأمير القطري عبر موقع التواصل الاجتماعي، وتزامنا مع انتشارها تم إطلاق النار على زوجة الأمير القطري، لذلك تضاربت الأنباء حول قيامه بالتحريض لقتلها. وأضافت أن الأسرة الحاكمة تكتمت منذ شهر على خبر إطلاق النار على زوجة الأمير القطري. ووفقا للصحيفة أعلنت المعارضة نوف بنت أحمد آل ثاني، وهي إحدى أميرات الأسرة الحاكمة في قطر، عن إطلاق خال جواهر حرم الأميرة القطري الأولى الرصاص على زوجة تميم بتاريخ 26 يوليو الماضي. وأشارت الصحيفة المعارضة نوف قالت في تغريدة لها عبر تويتر: مصادر موثوقة أودعت نورة بنت هازال الدوسري زوجة تميم وأم ابنيه محمد وجوعان المستشفى بعد تعرضها لعيار ناري، وتم التكتم على الخبر. وقالت نوف بنت أحمد عبر تويتر: تأكيدا لما نقلناه قبل شهر، وصلني الآن خبر وفاة نورة بنت هازال حرم تميم بعد شهر من دخولها المشفى أثر طلق ناري من خال ضرتها جواهر.